عبد المجيد تبون موجود في ألمانيا للعلاج منذ أن عاد من تركيا نهار 22 جويلية. كان مشى ألمانيا في نفس اليوم اللي وصل فيه من تركيا حسب المصادر اللي يعني أفادتنا بهذا الخبر. ومصادرنا تؤكد يعني مصادر مقربة عليك بحال من الرئاسة تؤكد أنه حتى هذاك الحزام الأمني اللي عاملين وهذاك الآخر من بدع كنون حتى المرادية خف تماما ما بقاش الناس عاد السيارات تمشي وتحبس وكذا، لأنه لما يكون تبون موجود كنت تكلمت عليها كل شيء يحبس السيارة من بدع كنون حتى المرادية ممنوع السيارات تحبس، المواطنين لازم يمروا بسرعة، بوليسية بومبية رجال الأمن تاع الأمن الرئاسي كامل منتشرين خايفين كش واحد يقيس تبون، لأنه تبون راه يشوف في بن عكنون في ثكنات تاع الأمن كما قلتها نعرفها مليح، ماشي ثكنة عفوا فيلا تاع مديرية الأمن. دونك سيخونا راهو يداوي على ماشي يداوي ما على بالش. مصدرنا عرف بلي راهو مشى لألمانيا. نذكر بلي تبون كان مشى من قبل في 2020 كان مشى لألمانيا باش يعالج على الكوفيد وظهرت بعد عمل عملية على رجله بعد شهرين في ألمانيا وبعد شهرين دخل هو كان في 27 أكتوبر كانوا دخلوه المستشفى تاع عين النعجة ومن غدوة داوها لألمانيا في 22 أكتوبر داوها لألمانيا حد شهرين ورجع ولما رجع زاد قعد أيامات وعاود زاد مشى وجاب معه طاقم طبي وشبه طبي من ألمانيا وعاود رجع لألمانيا باش يزيد يعالج. رجع نهار 10 جانفي نهار 10 جانفي زاد عاود رجع لألمانيا يروي يكلم في الدولة. تبون دوك عنده 77 سنة في عمره ولا 78 يتكيف بزاف يشرب بزاف صحته مدهورة وكنا قلنا انه زيارته لروسيا والصين في فترة قصيرة ضراته ما قدرش يعمل سفر كامل من الجزائر للصين بس نهارين في قطر باش يرتاح لأنه صحيح ما قدرش يلاوي السفر من عرضه لا أمير دولة قطر ولا والو قال لك زيارة عمل ما كان حتى زيارة عمل وحتى قال لك يعني قطر باش يستثمروا في خط تي جي في بين تمن راس وجزائر العاصمة تعلم من تضحك ايش فيه يديروا هذا من جزيرة طمن راس شحال من رحلة يدير في النهار اللي في الأسبوع شحال من رحلة يدير وشكو يتعمر وشكون المهبول يجي يستثمر في خط تجيفي في الرملة في اون بلين ديزير تعرف تمرس ما تعرف هاش ولاش تعمل خطرين نوار حكوش كم يعاش من يجيب بيه دون هذا قال لك لا ويعملوا نحن مركب للحديد والصلب في جيجل تاع النابه قدامهم تاع الحجار
من الفارغ. دونك هذيك الزياره لتركيا جابها كسرتها حكايات مع امير دول قطر، ويحاول فيه كيفاش يشوف له مع الامريكان، يتوسط له، قال الامريكان راهو ظلموا والغرب راهو ظلموا راهم غلطين فيه وكذا هذا وش، وراح باش يرتاح. وفي العوده كيف كيف عرض روحه في تركيا، لا بروح رئيس تركيا واش اردوغان بعث له السفيره القديمه، وزير السفيره القديمه اللي كانت في الجزائر، قال لها روحي استنايا، يقدر هذه اهانه للجزائر، مش قادر تسافر ما تسافرش يا اخي. انت فمك قلت انا ما نسافرش غير تحتمت الامور، وانا نروح نزور الولايات، ولايه واحده جيت خالد نارسان جويت قعد بالغاشي، قالوا اني راه عندي ثلاث ولايات في النهار، بومرداس الزهير دي بازا، كنا نديروهم كل يوم، انا كنت كل يوم نديرهم، ندير حتى اربع ولايات. شنو سبحان الله يعني تجي باش. دونك السيد راهو مريض، من المفروض يخبر، من المفروض تخبر صح الشعب ما تاخذوش يعني، وبالتالي ماهوش مسال عند الشعب باش يقول لهم لا، ولكن يا خويا كمل لعب الرول ديالك، قلنا علاش راه خداوي واش كاين، راح قالوا راح يعالج على الكوفيد ولا جينا برجل ناقصه نحيل له صبع ولا مش عارفين دار له يناتال ولا لا، ويمشي ويكوع ويضلع، حاجة ربي حاجة ربي، ماشي عيب واحد مرض. أما حاجة هي أن المنظومة الصحية الجزائرية اللي يقول عليها هي المنظومة في أفريقيا وفي العالم العربي نورمالمون يعالج فيها، يعالج فيها يعالج سيدي في هذه المنظومة. المهم ما راهو مخبي في المانيا، ما على بالناش به، ما على بالناش المشرح يداوي، اسكو مشى يعمل كونترول على رجلو، اسكو عنده كونترول الاخر، هو على كل حال معروف عليه باللي هو يقول فمو نهار محاكمه بنك الخليفه في بليده، كي قالوا له واش درت ب 26 الف اورو اللي ديتها من بنك خليفه، هو ما عندوش حساب بنكي في بنك خليفة، ولكن عنده جولدن كارد، عنده بطاقة بنكية ذهبية يجب تقنح بدراهم وهم يحاسبوا، كي قالوا واش درت ب 26 الف يورو، قالوا الرئيسة سألته قال لها مشيت عالجت بهم في فرنسا. إذن هذه عندها درك فوق العشر سنين من اللي صار، كان ديجا مريض عنده 66 65 سنة في عمره، كان مريض، اليوم راه 77 فايتها طب خلاص ماهوش قادر حتى يسافر. خويا اجبد روحك كمل العوين نتاعك وطبق، خلينا ترونكيل، خلونا نصوغوا بلادنا وحدنا، خلونا نصوغوا بلادنا وحدنا، ماكمش قادرين نتوما عاجزين، وتظلوا تروحوا تداووا بتخبية، تروحوا تداووا بتخبية، ما تصرحوش. بوتفليقة كان يقول اني راح نداوي، بوتفليقة كان يصرح، تسمى ما تخبيتو سراقين، تسمى تسرقو في الدراهم، اللي يروح بتخبيه تسمى سرق الدراهم اللي راح يداوي بيهم، هذا هو اللي نعرفو. ما سي با ايتونو، هذا شيء ما ديرناش، تسرقو اسرقو على روحكم. فوالا هذا دونك سي تبون باش نتمناولو الشفاء العاجل وكذا، ما قالناش راني مريض واش نتمناولو، راجل سرق راهو رايح بالسرقة، رايح بالتخبية، نتمناولو والو. وزيد نقولو الموت تدي وردة تشمها، ما تديش زبلة تغمها، وبالتالي ماهوش راح يموت للأسف الشديد، والموت حق ما تنساوش يا ناس.